الحاج عامر حسين. انا طبعا استاذ المسابقات. مساء الخير يا حاج عامر. كابتن حازم، ازي حضرتك؟ ازيك يا حاج، اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله، كله خير الحمد لله. الدنيا تمام الحمد لله، تمام الحمد لله، تمام والمواعيد زي الفل الحمد لله، الحمد لله. يعني طب خليني بس برضو عشان في زملكاويه زعلانين على موضوع اسوان والاهلي الساعه 8:30 ده، وان هو يعني تكافؤ الفرص، والاول مره اسوان بيلعب 8:30. كان معايا دكتور رئيس النادي وقال لي دي اول مره في تاريخنا نلعب بالليل كده. ليه حضرتك برضه انا بقولها وحضرتك عشان تفسر، يعني ليه 8:30؟ انا عارف ان حضرتك قلتها قبل كده بس برضه اللي ما سمعش يسمع تاني. ليه 8:30 بالليل كده اول مره اسوان يلعب بهذا المنطق بالليل، ومثلا والانديه اخرى ما لعبتش بالتوقيت ده في اسوان رغم كان درجه الحراره برضه عاليه في الوقت ده يا فندم؟ لا طبعا بشكر حضرتك على السؤال، طبعا لان في ناس الحقيقه بتحب تلعب بمشاعر الجمهور، سواء نادي الزمالك النادي الاهلي. الو الو، معانا ولا وقع تليفون؟ طيب يا ريت تجيبوا هنا تاني حاج عامر، عشان برضو الناس انا بحب دايما يعني نسال في المضمون والحاج هو اللي يقول. اتفضل يا حاج، معلش تليفون وقع ورجعنا لحاجة تاني. اتفضل يا فندم. فطبعا الناس اللي هي بتدخل نفسها في المواضيع عشان تاكد من جمهور الزمالك ان هي تحب الزمالك او بتوقع بين الجماهير مع بعض. الجداول واضحه، واسوان لو تفتكر حضرتك ماتش الزمالك الدور الاول كان اسوان طلب انه يلعب المباراه الضهر، ايوه، لان المباراه كانت في الشتاء، وانا صممت ان هي تتلعب بالليل لان في اضاءه هناك. وهم قالوا رئيس النادي طلع قال ان محولات الكهرباء مش موجوده ومفيش اضاءه، وسالت الدكتور اشرف صبحي مساعد الوزير وقال لي ان الملعب ومفيش صدق للكلام دوت، وصممنا ان مباراه الزمالك تتلعب بالليل، لان حضرتك عارف ان مباراه الزمالك والاهلي او الاهلي والزمالك دايما هي اللي فيها الاعلانات وفيها القنوات الفضائيه وفيها الكلام ده كله، تمام، وفيها الجماهير، فلازم تتلعب في وقت مناسب للناس كلها. فمباراه الزمالك اتلعبت على الاضواء، وما بتكلمش على حاجه هتحصل، اذا حاجه حصلت المفروض يرجعوا للجدول ويشوفوا المباراه اتلعبت امتى في اسوان، ما اتلعبتش الظهر خالص. ولو شافوا الجدول كمان اسبوعين يا كابتن حازم هيلاقوا مباراه اسوان وانبي الساعه 8. هيلاقوا اسوان وايه يا فندم؟ وانبي بالليل برضه. بالليل، والجدول عند حضرتك برضه ممكن يطلعوه من الاعداد. هتلاقي مباراه انبي الساعه 8، لان خلاص من شهر 4 وهو الجو خلاص بيتغير، يعني ما ينفعش في درجه الحراره ديت ان انا هلاعب اسوان وفي اضاءه، انما في الشتاء ممكن هم لو حابين بنلعبه من الظهر مفيش مشكله خالص طبعا. دي نمره واحد. زمان كانوا بيشتكوا من الجونه، بس الجونه ما كانش فيها اضواء ولا جمهور فيها صح. اضاءه عشان نقدر نلعب بالليل، انما ده الملعب مضاء وجاهز اللي يخلينا اعذب الناس كلها. في ناس بيقولوا طب ما احنا القاهره بتبقى اخر مباراه بتتلعب في القاهره في اليوم. لا، كان دوت مباراه المحله والزمالك اتلعبت برده الساعه 6 الا ربع، والاهلي في اسكندريه يلعب 8:30. فبرضه يعني نفس ده الاسبوع اللي فات، الاسبوع اللي فات ده على طول، يعني المحل لعبوا مع الزمالك في القاهره 6 الا ربع، و8:30 لعب الاهلي وادي دجله. طب احنا ممكن يا فندم فتره من الفترات مثلا اخر 4 اسابيع الزمالك والاهلي يلعبوا في نفس التوقيت، ولا ده صعب جدا لو الامور مثلا والمنافسه اشتدت شويه؟ لو المباراه طبعا هو الطبيعي الطبيعي ان انا بلعب اخر 3 مباريات في وقت واحد، تمام، طبيعي عشان المنافسه. انما هيبقى في مشكله لو الفريقين بيلعبوا في القاهره، ان الامن ما بيوافقش ان الاثنين يلعبوا في محافظه واحده من المحافظات. بس الاهلي بيلعب في اسكندريه على طول، يعني بقول لحضرتك لو وافق ان اخر 3 مراحل الاثنين في القاهره، يعني ممكن الاهلي من القاهره والزمالك مباراته في القاهره، تمام، او العكس، يعني مقاولين واهلي والزمالك ودجله في يوم واحد، ما لازم هيبقى الاثنين في القاهره. صح. طب يا حاج معلش، انا خليك معايا على التليفون.